بص بقى، اوعى تتخيل ان انا قاعده بفكر فيك ولا مش عارفه اعيش من غيرك، ولا يا حرام حسيت انك هتسيبني فاتدمرت. ده انت تبقى عبيط قوي. انا كل اللي عايزه اعرفه انت بتتصرف كده ليه، بتتصرف بالطريقه الغبيه دي ليه، وما بتردش عليا ليه؟ طب بس اهدي شويه. انا اتنزلت وخليت واحد فلاح زيك يقعد مع اخويا الرائد سيف عبد الرحمن، وفي الاخر ايه؟ مش عاجبينك يا حبيبي مثلا؟ ما احناش قد مقامك الوطي. انت غلطانه جدا على فكره، بس انا برضه استاهل الكلام اللي انت بتقوليه. عارفه ليه؟ لاني اتصرفت بالطريقه الغريبه دي، بس انا قلت لك يعني ووضحت لك انني محتاجه افكر شويه. ايه؟ تفكر؟ فكر في ايه؟ انت اللي هتفكر؟ لا اله الا الله، مش في الموضوع بتاعنا، مش في موضوع ارتباطنا انا وانتي، لا، كان في موضوع تاني وكنت عايز اقول لك يعني بقول لك ايه يا عليا؟ ما تنزلي استنيني تحت ثواني لغايه ما اغير هدومي وانزل لك. لا طبعا. الله، ما انا مش هينفع اقول لك خشي الشقه وادخلي يعني على ادخل فين انت اتهبلت؟ الله. علي ارجوك ارجوك استنيني تحت شويه لغايه ما اغير هدومي، بدل ما اقسم بالله العلي العظيم هنزل اجري وراكي بالجلابيه في الشارع. اتفضلي اتفضلي. بص بقى، انا فكرت تاني ولقيت ان انا غلطانه، انا بس الفضول كان هيجنني، كانش صح ابدا ان انا اجيلك، ولا انا فوق كنت اعبرك اصلا. مش عارفه انا هبطل الحركات دي امتى، بفكر بمنتهى الغباء. انا قابلت سيف باشا، ما تكلمناش كتير، بس لاحظت كده حاجه يعني وكنت محتاجه افكر فيها شويه علشان اعرف اقولها لك. انا كده لما احب افكر في حاجه مهمه بقفل على نفسي خالص لغايه ما الاقي لها حل. انا مش عايز اعرف حاجه اصلا، وانا لسه هستناك لما تالف قصه تبرر لي بيها انت بتقطع معايا ليه. والله العظيم ثلاثه هزلت. انا يا دكتوره اقطع معاكي؟ ده انا يا دكتوره ما كنتش اطول ولا احلم في يوم من الايام ان واحده نصك تديني حتى فرصه. امال في ايه بقى؟ سيف مشعمة. نعم يا اخويا. مشعمة اسمع مني، انا عارف انا بقول لك ايه. ده انت صدقت بقى انك خبير فيسيونومي وطلبت معاك غموض وعبقريه صح؟ انا امي عمي كانت بتشوف وحصلت حادثه حصل لها نزيف وما بقتش تشوف. صحيح ان حالتها مش نفس الحاله اللي حكاها لي دكتور وليد، بس الدكاتره كتير قالوا لنا ان هي كانت ممكن تعمل عمليه زمان وسفرناها بره. بس مش هو ده الموضوع ومش هو ده المهم. المهم اني لما قابلت سيف ما شفتش قدامي واحد كفيف. انت عارفاني انا بفهم الناس ازاي، لا حركاته ولا طريقته في الكلام ولا ترتيب البيت ولا اي حاجه مظبوطه. والواضح بقى قوي ان هو كان بيحاول يبين ان هو كفيف، يعني في سن التمثيل يعني. ده غير ابراهيم اللي شغال عنده اللي جابلناه في الكافيه. انا عرفت ان هو ما بيعرفش يقرا، وعرفت برضه ان هو الوحيد اللي شغال عند سيف. ولما لقيت كتاب في البيت وحاولت اساله كان حريص جدا ان هو ياكد لي ان في حد بيقراه له، ودي حركة ما يعملهاش غير واحد عايز يأكد حاجة مش محتاجة تأكيد. ليه؟ لأنها مش حقيقة. كلام فارغ. صدق يا أخي أنت عقلك طلع أضيع مما كنت تتخيل. يمكن يكون بيتهيجلي، ولو إن ده احتمال ضعيف جدا، بس أنا هقولك على حاجة. عايزة تقطعي الشك باليقين، روحي قولي لسيف إن دكتور وليد مصمم إن هو يكشف عليه، وشوفي هو هيوافق ولا يرفض. انا فعلا غلطانه اني جيت لك، وغلطانه اكتر اني خليتك تقرب مني بالدرجه دي. ده انت ضايع يا ابني، انا مش عارفه انا هتعلم امتى. بس السلام عليكم. رحمة، زياد، رحمة، Thank you.
نهار اسود. طارق دي زي ما تكون بجد، مين اللي مصلحه يعمل كده وليه؟ ودي عايزه سؤال برضو. قصدك سيف؟ بصي، هو الحاجه الاكيده اللي ما فيهاش شك ان اللي بيعمل كده ايا كان هو مين عايز يضرني، عايز يوقع بيني وبين مراتي، لان انا اول ما دخلت البيت لقيتها لما هدومها سايبالي البتاع دي على التسريحه. يا خبر اسود، دي زمانها بتقول عليا ست وحشه وخطفتك منها. طب حتى لو سيف عايز ينتقم منك هيعمل كده ليه؟ هيستفاد ايه يعني؟ مش عارف، يمكن عايز يقرص لي ودني قرصه صغيره كده. طب وانا ذنبي ايه؟ هو انت مش رافعه عليه قضيه؟ ايوه يا طارق، بس دي حاجه غريبه قوي. بصي للجانب الايجابي في الموضوع. اللي هو ايه بقى؟ ان شاء الله احنا دلوقتي رسميا وقدام الناس كلها متجوزين. على فكرة يا طارق، ممكن يكون سيف عمل كده عشان عارف ان انت هتجيلي جري، ويكون زمانه دلوقتي قايل لمراتك وجاي تقفشك على الباب. هو صحيح انت عمرك ما اتجوزتي قبل كده؟ لا اتجوزت. وبعدين؟ وبعدين خني. نعم، خانك ازاي يعني؟ بص، انا ما بقولش ان هو عنده حق، بس انا بصراحه كنت على طول بره البيت. ودلوقتي بتقعدي في البيت؟ لا طبعا، بس احنا ساعتها كنا لسه متجوزين، وهو كان راجل عادي واقل من العادي كمان، لا ليه بقى في سياسه ولا حقوق الانسان ولا حقوق المراه ولا يخص كل الكلام ده. فكان شايف ان انا طول الوقت بره البيت، وان انا زوجه مش كويسه، وطول الوقت بعمل لنفسي مشاكل وبعمله هو كمان مشاكل من غير ما يبقى له ذنب. واصلا بقى ما كانش مقتنع باي حاجه من اللي انا بعملها. وهو اكتشف انك انت نشيطه قوي كده فجاه كده؟ لا طبعا، بس هو كان فاكر ان هو هيقدر يتعايش معايا ومع ظروف شغلي، بس في الاخر اكتشف انه ما يقدرش. غريب. هو ايه يعني؟ بستغرب انه واحده يعني حلوه زيك كده ما تتوفقش في جوازها، والسبب كمان ان جوزها يكون بيخونها، ودي مش حاله وحيده، دي متكرره كتير على فكره. تعمل ايه بقى؟ اصل البني ادم ما بيملاش عينه غير التراب. صح. سيف هو الصياد. ايه؟ سيف هو الصياد اللي بيقتل الضباط وغيرهم. طارق الكلام اللي انت بتقوله ده كلام خطير جدا. وانا عارف انا بقول لك ايه، وانا لما اتاكدت من الحقيقه دي كل حاجه بقت كامله قدامي، كل حاجه بقى ليها معنى، الدوافع، التواريخ، حتى العلامه اللي بيسيبها على ايد الناس اللي بيقتلهم، كله بقى ماشي مع بعضه. وايه الدليل على كلامك ده؟ انا في حاجات خدتها من عنده في البيت، هبعتها لسه على المعمل الجنائي تتحلل وبعد كده نشوف. حاجات ايه؟ لقيت دم. طارق خلي بالك من نفسك. اهلا ست الدكتوره. ازيك يا عم ابراهيم؟ الله يسلمك. ازيك يا عاليه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله كويس. الدكتور رفيق عامل ايه؟ كويس. معلش بقى، المره اللي فاتت ما عرفتش اقعد معاه، بس انت كنت شايفه الظروف، وبيني وبينك هو اصلا غريب حبتين. طبعا. على فكرة أنا جايبالك خبر حلو أوي. إيه خير؟ عروسة برضو؟ لا، دول إن شاء الله تبقى تختارهم أنت بعد كده لوحدك. ماشي، إن شاء الله. دكتور وليد جوز نشوى صاحبتي اللي قابلته معايا قبل كده، فاكره؟ مش ده اللي جبتهولي يكشف عليا من غير ما تقوليلي؟ اللي عايز يبقى مغني ده.
انا عايزه اشوفك تاني. اصل بيقولوا انهم لقوا علاج لحالتك. انا حالتي ملهاش علاج يا سيدي للتشاؤم ده. انا متاكده انه لو شافك هيلاقي امل. ماشي ماشي ماشي. ده غيرت رايك ولا ايه؟ لا طبعا، ده انا هكلمه حالا. بس انا ليا شرط. انا قلت لك ماشي بس مش دلوقتي، خلي الموضوع ده قدام شويه، انا مش مستعد نفسيا. بس انا مصممه ان دكتور وليد يشوفك يا سيف. جرايه عاليه في ايه يا سيدي؟ خليه يشوفك، ما يمكن فعلا يلاقي علاج لحالتك. وانا قلت لك مش مستعده نفسيا. ايه العلاج بالعافيه؟ خلينا نغير الموضوع ده، نتكلم في حاجه تانيه.